مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدينا الاعزاء في فلسطين المحتله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بانوراما فلسطينيه. ونتوقف في جزئها الاول عند الاحتجاجات التي عمت مدن الضفه الغربيه الاسبوع الماضي بسبب الغلاء وارتفاع اسعار السلع الاساسيه. وفي جزئها الثاني نتوقف عند التعديل الحكومي الجديد في غزه ودلالات تفعيل ادوات الرقابه والمحاسبه والنقد الذاتي لدى حكومة حركة حماس. أهلا بكم. لقد شهدت العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع الماضي فعاليات احتجاجية على ارتفاع الأسعار والضرائب في الضفة الغربية، وقد تنوعت الفعاليات وتعددت أشكال الاحتجاج. فإلى جانب المسيرات في عدد من المدن قام سائقو السيارات العمومية والشاحنات وكذلك عدد من سائقي السيارات الخاصة بإغلاق عدد من الشوارع في كل من رام الله والخليل وغيرهما من المدن الفلسطينية. وفي محاولة لإيصال الصوت الرافض لقرارات الحكومة في رفع أسعار الوقود وفرض الضرائب، امتطى عدد من الموظفين الحمير للوصول إلى أماكن عملهم، كما حاول مواطن إضرام النار بنفسه وبابنته الصغيرة في رام الله احتجاجا على سوء الوضع الاقتصادي له ولعائلته وعدم قدرته على توفير العلاج لابنته البالغة من العمر 6 سنوات والتي تعاني من مرض السرطان. ورفع المتظاهرون يافطات تدعو رئيس الحكومة في رام الله سلام فياض لتقديم استقالته لفشله في معالجة المشاكل الاقتصادية، كما طالب المتظاهرون السلطة بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية التي ألحقت بالغ الضرر بالاقتصاد الفلسطيني من خلال ربط السلع الأساسية بالسوق الصهيونية. وقد تخللت المظاهرات تمزيقا لصور وإحراق لمجسمات لرئيس الحكومة سلام فياض في رام الله، الذي قال بدوره أن السلطة تتعامل بجدية مع صعوبة الأوضاع المعيشية وتبذل كثيرا من الجهد لتحسينها. ولمناقشة هذا الموضوع ومعرفة فرص تطور هذه الاحتجاجات لتصبح ثورة على الحالة الاقتصادية وعلى الاحتلال في الضفة الغربية، أرحب بضيفي في الاستوديو السيد نواف التميمي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك سيد نواف. سيد نواف، الاحتجاجات يعني كانت موجهة لسلام فياض باسمه ولحكومته، ولكنها لم تكن موجهة لمن أتى بسلام فياض إلى هذا المنصب ولمن يدعم هذه الحكومة ويعني يعطيها فرصة البقاء والاستمرارية، ألا وهي حركة فتح وهناك الرئيس عباس، لأن هذه الحكومة هي حكومة الرئيس عباس. هل تعتبر هذه الاحتجاجات خطوة باتجاه احتجاجات ضد أوسلو على سبيل المثال وكل المؤمنين بها مثلا؟ يعني أولا دعنا نضع هذه الاحتجاجات في إطارها أو في أسبابها الحقيقية، لنقول بأنها هي احتجاجات أولا تأتي منسجم مع الأزمة الاقتصادية العامة بمعنى التي تسود الإقليم والتي تسود العالم بشكل عام. فلو نظرنا إلى التظاهرات أو الاحتجاجات التي يقوم بها الناس في مختلف أنحاء العالم لوجدنا هذا أمر الحال من بعضه يعني. الحال من بعضه بالضبط. ولكن الوضع الفلسطيني في الضفة الغربية تحديدا له أسباب أخرى أو له دوافع أخرى تدعو الناس للاحتجاج. أولا كما أشرت في المقدمة، لا شك بأن نتائج الاتفاقيات الاقتصادية التي تزامنت أو نجمت عن أوسلو الآن بدأت تعطي يعني نتائجها السلبية ونتائجها السيئة بشكل أكثر وضوح على الاقتصاد الفلسطيني. وحتى نشير بشكل سريع إلى هذه الاتفاقيات، نعلم بأن اتفاقية باريس تحديدا اتفاقية الاقتصادية قيدت حركة الاستيراد إلى الأراضي الفلسطينية وقيدت حركة التصدير من الأراضي الفلسطينية، بحيث بات من الصعب على الاقتصاد الفلسطيني أن يستورد بأريحية وبتنافسية مقبولة، بمعنى نعلم أن بعض السلع مثلا يمنع على الاقتصاد الفلسطيني استيرادها
إلا من أسواق معينة بمواصفات معينة، وبالتالي هنا تصبح التنافسية منعدمة إلى حد ما. عامل التصدير نعلم القيود الكبيرة التي تضعها قوات الاحتلال أو سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الصادرات الفلسطينية، وهذا أيضا يؤثر بشكل عام على الاقتصاد. هناك مسألة مهمة جدا أيضا، بأن هذا الاقتصاد أصبح إلى حد كبير، وإن لم أقل إلى حد كلي، يعتمد على المساعدات الدولية. وهذه المساعدات الدولية نعلم بأنها وعلى الضرائب تأتي وعلى الضرائب تحديدا، والمساعدات الدولية بشكل أساسي تأتي دائما مشروطة بظرف اقتصادي، بظرف سياسي أو شروط سياسية. المسألة الأخرى أن البنية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني تغيرت بشكل أساسي منذ 1994، أي منذ أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وهنا أشير إلى نقطة أساسية مهمة وخلل أساسي مهم حدث في البنية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني، وهي مسألة الهجرة من الريف إلى المدن. وهذه الهجرة من الريف إلى المدن أوقعت خلل في حال الاقتصاد الزراعي أو القطاع الزراعي، وأوقعت خلل كبير جدا في حال واقع المدن. وبالتالي وجدنا بأن المدن أصبحت تكتظ بسكان هاجروا من الأرياف إلى المدن، مع القليل من الوظائف، مع اعتماد كبير جدا على القطاع العام، وهذا القطاع العام كما أشرت سابقا يعاني من اعتماده على المساعدات الدولية. بمعنى أن هناك خلل بنيوي أصبح في الاقتصاد. هذا الخلل البنيوي شعر به المواطن الآن عندما مس حياته اليومية، بمعنى خاصة ارتفاع الأسعار. وكما قال لي أحد الأساتذة في جامعة بيرزيت منذ أيام، قال لي: نحن نعيش في وضع اقتصادي فيه الأسعار توازي أو تقارب أسعار السلع في إسرائيل، وهي الاقتصاد المتقدم جدا مقارنة بالاقتصاد الفلسطيني، وبالمقابل الدخل لا يوازي 10 أو 15% من الدخول في إسرائيل. وهذه المعادلة كما قلت ناجمة عن الوضع الاقتصادي بشكل عام، عن الاتفاقيات الاقتصادية، عن الخلل البنيوي الاقتصادي. الآن عودة إلى سؤالك. أنا سؤالي بدي بعد إذنك يعني أجل هذه الجزئية، وهي ما دام أنت فضلت أن نشير إلى الأسباب الموضوعية للتحركات الشبابية أو الاحتجاجات في الضفة الغربية وربطتها بالعامل الاقتصادي، وهي فعلا كذلك، ولكن أنا أريد أن أؤجل السؤال عن ما إذا كانت ستتحول إلى احتجاجات على من يدعم هذه الحكومة، من يعطيها أسباب البقاء أو من يتبناها، وهو الرئيس عباس وكذلك حركة فتح. لكن بعد أن نشرك معنا الأستاذ الدكتور عادل سمارة المحلل الاقتصادي من رام الله. أستاذ عادل، مرحبا بك معنا. وسؤالي هو يعني فياض رئيس الحكومة في رام الله، يعني معروف أنه يعني بقي في هذا الموقع في الحكومة لأسباب مختلفة، لكن من أهمها أنه كان يعد المواطنين الفلسطينيين بالسمن والعسل باعتبار أنه هو تكنوقراط ومسؤول في صندوق النقد الدولي سابق وعنده خبرة اقتصادية، وأشبع أهل الضفة وعود بانتشال الاقتصاد الفلسطيني وتأسيسه من أجل بطريقة تؤهله لأن يكون اقتصاد دولة. أين هي مشاريع فياض، وكيف تنظر إلى الاحتجاجات في الضفة الغربية رغم كل هذه السنوات من الكلام عن تطوير الاقتصاد الفلسطيني؟ يعني أولا دعني أقول أن ما تحدث به الأخ الذي كان يتحدث سابقا هو صحيح، الأستاذ نواف التميمي معنا. نعم نعم، ولكن ما يتعلق بالسيد فياض، السيد فياض أتى في الحقيقة بما أنه المرسل من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن ما يسمونه المانحين، وبالتالي هو يقوم بمهمة تكنوقراطية تبقى لتخصصه ورغبته السياسية وفهمه الاقتصادي.
لكن القضية المركزية من الذي أعطى فياض صلاحيات إدارية؟ هو يعني هو ليس وليد من تحت الأرض، هو وليد سلطة أبو عمار وأبو مازن، بمعنى أن السلطة الفلسطينية قبلت به. ومن هنا المشكلة، يعني هو مشكلة بحد ذاته، لكن المشكلة أنه قبل وعين، هذا من جانب. من جانب آخر، لم يقم السيد فياض بأي مشاريع اقتصادية إنتاجية، يعني قطاعات الإنتاج تراجعت في ظل السلطة الفلسطينية وفي فترة فياض أكثر من أي فترة سابقة. وفوق ذلك كان مثلا في عام 2010 قال 2011 المؤسسات للدولة جاهزة وسنصبح دولة. فهو في الحقيقة يعني لم يتحدث بشكل صادق، لا من ناحية أخلاقية ولا من ناحية علمية. ولذلك عندما كان يقول لنا أن النمو 8%، ما كان يحصل هنا يا سيد هو انتفاخ اقتصادي، هي سيولة مالية آتية من الخارج وليست آتية من مواقع الإنتاج. وبالتالي عمليا كان يعني كنا نعيش حالة أو فترة انتفاخية. أنا أعتقد أن السيد فياض لا يستطيع أن يستقيل، لأنه لو يستطيع لو بيده قرار الاستقالة لاستقال على الأقل قبل عام. لماذا 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 يا أستاذ لا يستطيع سلام فياض تحت هذا الضغط وهذه الظروف أن يستقيل؟ ما الذي يمنعه من ذلك؟ لأنه هنا بمهمة من قبل من وظفه وعينوه، لأنه أي رئيس وزراء أو أي مسؤول عندما تخفق خطته هو يستقيل بشكل أوتوماتيكي. يعني من قراره بيده يستقيل باعتبار أنه أخطأت وبالتالي أنا مشروعي لم ينجح. ولكن كون هذا الرجل لم يقرر الاستقالة وحتى الآن، هذا يعني أنه لا يستطيع أن يستقيل، لأنه هو في مندات معين، في دليل هو مندوب لشيء معين عليه أن يتحمل ذلك، يعني مثل خروف العيد إذا عرفت. هذه المشكلة الرئيسية. من هنا مشكلة السيد فياض أنه يقوم بمهمة معينة ليس هو الذي وضعها، ولكن هو الذي يخططها وينفذها. طيب سيد سمارة، يعني هل فياض إذا شحت التبرعات والصدقات والمنح من الخارج، يعني هي نحملها لسلام فياض؟ لماذا؟ يعني الدول الغربية المانحة هي أصلا تعاني في هذه المرحلة من أزمات اقتصادية، فلماذا تحملون سلام فياض تبعة الأزمات الاقتصادية في العالم؟ اسمح لي أنا أحمل سلام فياض كونه المسؤول التنفيذي عن خطة لم يضعها هو. يعني الخطة الاقتصادية للأراضي المحتلة وضعتها الدول المانحة ضمن مشروع تحويل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة إلى أكبر عدد ممكن من الموظفين وأقل عدد من المنتجين. هذه هي الخطة الاقتصادية، وبالتالي نحن وضعنا يا سيد في شرط، نحن في مصيدة، الكل يبحث عن وظيفة والكل يبتعد عن مواقع الإنتاج. هذه هي الخطة، هذا كان قرار الممولين، وبالتالي السيد فياض هو الذي قام بالتنفيذ. أنا لا أقول أنه يقرر كل شيء ووضع كل شيء، لكن هو قبل أن يكون المنفذ. الغربيين أو المانحين لأنهم يريدوا أن تبقى عملية أوسلو، كان يجب أن يدفعوا حتى الآن حوالي 25 مليار دولار اللي دفعوا للفلسطينيين منذ عام 1994 لكي يبقى مشروع أوسلو مستمرا أو متواصلا. الآن عملية الضغط في تقديري ليست قلة فلوس، أنا لست مع هذا التحليل. أنا أعتقد أن هناك مشروع سياسي، هناك تفكير في تنفيذه أكثر. والذي أخشاه في الحقيقة أن تأتي الآن دفعة الإنقاذ مثلا من دولة كالسعودية، ويكون قرار السعودية أو رأيها الداخلي أنه يا أخي حلونا من هذه القضية، فاوضوا إنه الموضوع، يعني بمعنى جر الفلسطينيين إلى تنازلات أكثر. أنا أتمنى أن تكون هناك مساعدة عربية ليست ذات هدف أو ارتباط سياسي كما كانت المساعدة الأوروبية. طيب. إذا حلت المسألة ولو جزئيا بمساعدة عربية مربوطة بقرار سياسي بحيث تنقلنا مطلقا من الحياة مقاومة إلى الحياة مفاوضات، ستكون كارثة إضافية. طيب سيد عادل سمارة، يعني إذن المشكلة في جزء منها هي عدم تمكن فياض من تنفيذ خطة وضعت له من قبل الجهات المانحة. البعض يشير إلى سبب آخر، وهو ربما حتى عندما تصل الأموال يعني هناك حالة أو قدر من الفساد يحول دون أصلا الاستفادة من هذه الأموال في الطريقة التي تخدم البنية التحتية وتخدم المجتمع الفلسطيني. هل هذا صحيح؟ طبعا هذا البند باء من الخطة الأولى أن نكون معتمدين، وبند باء أن يكون هناك فريق من الفاسدين الذين يكرسون عملية الهدر الاقتصادي والهدر المالي وبالتالي الهدر المعنوي والأخلاقي لمواقف الناس. هذا الجزء الآخر من الخطة. ولذلك وإلا فما معنى أن السيد المغني الذي كان مسؤول عن مسألة الفساد قال لدينا 57 ملف
من فاسدين وقد سرقوا 750 مليون دولار ولم يحاكم أحد ولم يسأل أحد. ما السبب أنك تعترف أن لديك فسادا ولا تسأل أحدا؟ إذن هناك يعني أنا أسمي هنا الاقتصاد السياسي للفساد، يعني the political economy of corruption، هذا جزء من المشروع. طيب أرجو أن تبقى معنا أستاذ عادل حتى نشرك معنا ضيفنا في الاستوديو. سيد نواف، نعود إلى الجزء اللي كنت أنت تريد أن تجيب عليه من السؤال، وهو إذا كان الأمر كما وصفه أول حضرتك أنت في البداية ثم توافق معك الأستاذ عادل سمارة المحلل الاقتصادي، السؤال هو يعني لماذا، يعني في مثل مش عارف مدى يعني مثل الحمار والبردعة، إذا هذا عند الفلسطينيين يعني معروف المثل، يعني لماذا اللوم واللوم بشدة على البردعة بينما مع الاحترام والتقدير للأشخاص الذين قد يفهم أنه مقصودين بهذا لكن هو فقط لتقريب الصورة، لماذا نلوم فياض ونشتم فياض بينما يعني فياض هو يمثل سياسة أو منهج أوسلو؟ فيعني هل هذه التحركات يمكن أن تتطور عندئذ لتصبح ضد أوسلو وضد من يؤمنون بأوسلو؟ يعني أولا إمكانية أن تتطور هذه التحركات أو دعنا نسميها الاحتجاجات الشعبية، أنا أرى أن هذه الإمكانية قائمة، خاصة ونحن نعلم تماما ويقينا بأن الحلول استنفذت، وأي حلول دعني أقول من نوع المسكنات التي قد تأتي كما قال الأستاذ عادل عبر مساعدات طارئة قد تقدم للسلطة الفلسطينية، هذه حلول ستكون مؤقتة وحلول ستكون بمثابة كما قلت مسكنات ولن تحل الأزمة من جذرها. تطور هذه الاحتجاجات هو مسألة منطقية عادة في كثير من الدول، سواء الدول المتقدمة أو الدول النامية أو الدول المتخلفة، غالبا ما يبدأ بالعنوان التنفيذي وهو رئيس الوزراء ومن ثم يتطور إلى العنوان الأهم والذي يكون هو رأس الدولة، خاصة إذا ما أقر الرئيس التنفيذي بمعنى رئيس الوزراء بعدم القدرة على إيجاد الحلول. وأنا أعتقد بأن سلام فياض سيصل في لحظة من اللحظات وقد لا تكون بعيدة إلى الإقرار بعجزه عن إيجاد حلول، لأن ما قام به خلال السنوات الأخيرة هو لا يؤدي ولا ينبئ ولا يؤشر إلى إمكانية إيجاد حلول. ودعني أقول مسألة مهمة جداً، بأنه عندما كان يتحدث على مسألة بناء مؤسسات الدولة قبل الإعلان عن الدولة أو قبل الانتقال عن الدولة، مؤسسات الدولة لا تعني فقط بناء الأجهزة الأمنية ولا تعني فقط بناء المؤسسات الاجتماعية ولا تعني فقط إقامة الوزارات المدنية، ولكن الأهم وكما قال الأستاذ عادل هو إقامة الاقتصاد المنتج، بمعنى كم من المشاريع الإنتاجية التي أقيمت في الضفة الغربية، كم استوعبت هذه المشاريع من الأيدي العاملة أو من الموظفين المحليين مقارنة بما تم استيعابه في القطاع العام؟ ونحن نعلم في الاقتصاد في العالم كله بأن القطاع العام هو دائما أو في الغالب إذا ما أدخم بالعمالة إذا ما أدخم بالموظفين هو يكون عبء على الدولة، وغالبا الدول في برامجها الاقتصادية الإصلاحية أو التصحيحية ما تتخلص من أعباء القطاع أو مؤسسات القطاع العام. هذه مسألة مهمة، ولكن دعني زاهر أشير إلى مسألة مهمة جدا أيضا، وهو ما الذي أتاح الفرصة لسلام فياض للقيام بما قام به من برامج اقتصادية؟ بغض النظر هذه البرامج كانت قادمة من الخارج وهو فقط أداة تنفيذ أو لا، للأسف هو غياب المؤسسة المراقبة، هو غياب المؤسسة التشريعية، هو غياب المجلس التشريعي الذي ينبغي أن يكون هو سلطة المراقبة على كل برامج الحكومة. فإذا ما تقدم سلام فياض ببرنامج اقتصادي في ظل وضع صحيح في ظل وجود مجلس تشريعي سلطة تشريعية، فإن هذه السلطة هي القادرة على المراقبة والمحاسبة والمتابعة، وبالتالي هذا رئيس الوزراء يقدم بيان بالفشل أو بالنجاح أمام هذه السلطة، وهذه السلطة التشريعية التي تقرر في النهاية إذا ما سيستمر في عمله أو أنها ستسحب الثقة منه. ولكن في غياب هذه السلطة نقول بأن الخلل بنيوي، الخلل أساسي حتى في المؤسسة السياسية. طيب في نقطة الحقيقة يعني أنا لفت انتباهي أن سلام فياض خلال افتتاح واحد من المشاريع الخدمية خلال اليومين الماضيين في ظل الاحتجاجات
تحدث عن الأزمة الاقتصادية وأشار إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وإلى أسباب تأخر الدول المانحة ويعني رجى الدول العربية أن يعني تسعف السلطة الفلسطينية بحيث أنها تستطيع تخفيف هذه الأزمة في الضفة الغربية. وأشار في نقطة حقيقة لفتت انتباهي تشير إلى أنه هو يعرف سبب البلاء ولكنه يعني لا يقوم بخطوات لحل هذه المشكلة من جذرها أو أنه لا يملك. وفقد قال هو من ضمن ما قالوا أنه يؤمل الناس أن يصبروا يصبرهم لأن الاقتصاد الفلسطيني لن يعافى إلا بانتهاء الاحتلال. إذن هو يدرك أن الاحتلال هو الذي يريد للاقتصاد الفلسطيني يبقى بهذا الشكل، ومع ذلك هنا الغريب والمفارقة، ومع ذلك هو يعني إلى حد ما ينفذ خطة تخدم الاحتلال وهي خطة الاقتصاد أو اتفاقية باريس. يعني هذه مرة أخرى تطرح السؤال حول مشروعية هذا المشروع السياسي كله الذي يسعى إلى إقامة دولة أو يسعى إلى إقامة كيان سياسي تحت ظل الاحتلال. وسبق وتحدثنا وقلنا كثيرا بأن الغاية الأساسية لإسرائيل من هذا المشروع كله وهو أن يكون هناك احتلال قليل الكلفة، واعتقد أنه من الجانب الإسرائيلي هذا محقق. فالاحتلال قليل الكلفة، كل الأعباء الآن ملقاة على ما يسمى السلطة الفلسطينية، وهذه السلطة أصبحت باعتراف الرئيس أبو مازن هي سلطة لا تحكم، هي سلطة بدون سلطة، هي سلطة فقط معنية كما قلت بإيجاد مسكنات. ولكن هذا الحال أنا برأيي لن يطول، والناس ستدرك أولا أو آخرا قريبا عاجلا أم آجلا بأنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد دولة، لا يمكن أن يكون هناك كيان في ظل وجود احتلال. جميل أستاذ عادل، إذا كنت ما زلت تسمعنا وتشارك معنا، يعني السؤال الآن هل الشعب الفلسطيني بات يدرك هذه الأزمة بحجمها الحقيقي وتداخلاتها وأنها هي يعني ما يعيشونه من حالة اقتصادية إنما هو نتاج لاتفاقية باريس ونتاج لاتفاقية أوسلو، وبالتالي ما هو الحل الذي يمكن أن يقنع الشعب الفلسطيني الذي بدأ يتململ ويحتج في الشارع في رام الله وفي الخليل؟ يعني دعنا نضع المسألة بشكل واضح، لم تتم عملية ما يسمى جدوى اقتصادية لمشروع سلطة تحت الاحتلال. في البداية عندما كنا منذ البداية ضد اتفاق أوسلو كان الناس يقولون هؤلاء قوميين ومتطرفين وإلى آخره. الآن أعداد كبيرة من الناس مقتنعة تماما أن هذا المشروع مشروع غير مجدي. ولكن أين المشكلة؟ الجمهور في الأراضي المحتلة هو عبارة عن جمهور في قفص في مصيدة، نحن مثل أرييل شارون تحت السفورتينج ماشين، يعني الناس التي تعتمد في حياتها اليومية على وظائف السلطة الممولة من الخارج تدرك الحقيقة ولكنها حتى الآن لا تعرف ما الذي يجب أن تفعله، وتخاف من سقوط السلطة أو حدوث ما يسميه البعض حالة الفوضى، بمعنى أن هذا ليس منتج صغير، هذا ليس منتج مستقل، هذا موظف. هنا المشكلة، بمعنى باختصار المسألة هناك وعي بها، هناك معرفة بها أن هذا مشروع خطير، ولكن ما عمله الاحتلال والممولين أنهم أوصلونا بعد تقويض مواقع الإنتاج واعتمادنا على الوظائف أوصلونا إلى المكان الذي نعرف أننا في قفص، ولكن نعرف أيضا أن تدمير القفص ليس مسألة سهلة. هنا المشكلة المعقدة ليس فقط نفسيا وإنما ماليا، ولذلك أنا أعتقد أن حل حقيقي قريب غير موجود، لأنه حتى الدول المستقلة حقيقة عندما تتأزم اقتصاديا وتكون هناك أزمة بنيوية في الاقتصاد لا تقوم بالتصحيح في أيام قليلة أو في أشهر قليلة، فكيف بوضع مناطق تحت احتلال عمليا استعمار استيطاني بشكل واضح ومحدد. ولذلك أنا في اعتقاد يمكن اللجوء فقط إلى مشاريع ترقيعية كما قلنا، محاسبة الفاسدين، تقليل النفقات إلى آخره، وبعض المساعدة من إحدى الدول لكي تطفئ الأزمة الحالية مؤقتا. ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن بناء هذه تحتاج إلى وقت أطول وتحتاج إلى سيادة، ولذلك أنا أعتقد أننا ذاهبين باتجاه الاصطدام مع الاحتلال، إما سيادة حقيقية وإما لا. طيب دكتور عادل، يعني في ضوء ما تقول، هل تريد أن تقول للشارع الفلسطيني أنت
أنه لا أمل من هذه الاحتجاجات، وبالتالي لا يوجد مقومات لنجاح مساعي هؤلاء الشباب المحبطين الذين خرجوا في رام الله وفي الخليل وفي جنين وفي نابلس وفي غيرها من المدن؟ ما أريد أن أقوله العكس تماما. ما أريد أن أقوله وقلته اليوم في حديث مع كثير من الأصدقاء، أن يجب أن تكون لدينا ثقافة الرفض والاحتجاج. يعني يجب أن نقوم بالاحتجاج وأن نواصل الاحتجاج، ولكن يجب أن لا يكون لدينا افتراض عالي جدا بحيث إذا لم نحققه نيأس. يعني هنا يعني علينا أن نتحرك وأن نطالب بأي قدر ممكن من التغيير والإصلاح دون أن نتصور أننا سوف ننهي كل شيء. يا أخي، عندما حصلت الانتفاضة الأولى كان الكثيرون بما فيهم أبو عمار يقول سنأخذ دولة. أنا كتبت بعد أشهر من بداية الانتفاضة لن نحقق دولة في ظل الانتفاضة، ولكن علينا أن ننتفض. يعني يجب أن نعطي الناس أوهام كبيرة، ولكن علينا أن نؤصل فيهم أن الحياة تحت الاحتلال مقاومة، ويجب أن نستمر في الاحتجاج وبقدر الإمكان لنحقق ما نستطيع التحقيق. طيب، على ذكر المقاومة، في سؤال الأخير لحضرتك، يعني كيف المقاومة للاحتلال طبعا، كيف تنظر دولة الاحتلال لما يجري من احتجاجات؟ يعني كيف تقرأ سلطة الاحتلال الإسرائيلي هذه الاحتجاجات في الضفة الغربية؟ وهل تشكل يعني حالة من القلق لدى الإسرائيليين أن تتطور هذه الحالة لمقاومة الاحتلال؟ نعم، الاحتلال يقلق من أي نفس فلسطيني، من أي تحرك فلسطيني، حتى لو كتابة مقال. بيرس بالمناسبة إحدى وظائف بيرس متابعة ما يكتبه المثقفين العرب وخاصة الفلسطينيين والمصريين. هم يقلقوا من أي شيء، ولكنهم لا يرون أن هذا سوف يؤدي على الأقل على المدى القريب في خلال الأيام إلى سقوط مثلا السلطة الفلسطينية. وذلك أنا أعتقد أن الاحتلال من تحت الطاولة كما يقوم بالتنسيق الأمني يقوم بالتنسيق الاقتصادي وبالتنسيق السياسي ومحاولة قراءة كيف يمكن أن يقوموا بتنفيذ الحركة الجماهيرية لكي لا تتسع، لأنها إذا تتسع تنتقف عند السلطة بالمناسبة سوف تصل إلى اشتباك مع الاحتلال. نعم. بالتأكيد الاحتلال قلق ويحسب هذه الحسابات، وذلك علينا أن نسأل أنفسنا أو نسأل الذين يقومون بتحريك الانتفاضة الحالية أو المحاولة الحالية، بمعنى ما هي الرؤية؟ يعني يجب أن يضع الناس أمامهم رؤية معينة لكي لا يكونوا في منطقة رمادية. نعم، واضح. دكتور عادل سمارة المحلل الاقتصادي من رام الله، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. الأستاذ نواف، يعني كان واضح وملفت للانتباه تفاعل يعني المواطنين وخاصة الشباب مع هذه الموجة من الاحتجاجات في الضفة الغربية، وخاصة للمتتبع لشبكات التواصل الاجتماعي تلاحظ أن هناك فعلا في حركة شبابية واسعة واحتجاجات وشعارات حقيقة يعني في غاية الجمال، رفضا لاتفاقية باريس، رفضا لاتفاقية أوسلو، رفضا لسلام فياض، وشاهدنا حرق صور وحرق مجسماته في الشوارع. فهل يعني السؤال، هل يعني شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى الشارع الفلسطيني قادرة على أن تلعب نفس الدور الذي لعبته في دول حصلت فيها ثورات الربيع العربي؟ يعني يفترض على الأقل بأن هذا الإعلام الجديد أو شبكات التواصل الاجتماعي أن تقوم على الأقل بنشر الوعي، أن تقوم بنشر المعلومة، أن تقوم بكشف كما يقال يعني ما هو غائب عن الشريحة الكبرى أو القطاع الأكبر من الناس. ولا شك بأن الشباب هم الأقدر على استخدام هذا الإعلام الجديد، هم الأقدر على توظيف هذا الإعلام الجديد. وأنا أرى بأن الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي نعم ستلعب دور في ما هو قادم على الساحة الفلسطينية، لأن ما هو موجود على في الواقع الفلسطيني الآن مؤلم على المستوى الاقتصادي، هو مؤلم على المستوى السياسي، هو مؤلم حتى على في الواقع الاجتماعي. وبالتالي أعتقد بأن الناس ستصل إلى نتيجة، وكما قلت ستصل إلى هذه النتيجة ليس بعيدا، بأنه لابد من الخروج من الوضع الراهن. فنحن في حالة احتلال ولا احتلال، سلطة ولا سلطة، دولة ولا دولة، حالة من غياب البوصلة، حالة من غياب الاستراتيجية الوطنية، حالة من التوهان، وبالتالي لابد الخروج من هذه الحالة. لكن قبل ما نطلع للفاصل سيد نواف، هل يعني تعيد تحركات الضفة الغربية جزء من الأمل على الأقل في أن الشعب الفلسطيني الذي أرادوا له أن يعني يدجن، أن هناك في ملامح فشل لخطة التدجين، بمعنى أن الشعب واعي وربما يعني يثور في أي وقت قريب ضد هذه السياسات وضد هذه؟ يعني التجربة ودروس التاريخ خير برهان على أن هذا الشعب مهما كبى فهو ينهض،
مهما حاولوا الالتفاف عليه ومهما حاولوا تسويق مشاريع التدجين فهو ينهض في لحظة من اللحظات. ونحن نعلم بأنه من 1900 من الثلاثينات من القرن الماضي ولغاية الآن مرت الكثير من المشاريع، ولكن هذا الشعب والحمد لله كان يفاجئ الجميع بأنه القادر على الحفاظ على هويته الوطنية والقادر على الحفاظ على أهدافه الوطنية الأساسية وهي إنهاء الاحتلال. أشكرك أستاذ نواف، أرجو أن تبقى معنا للجزء التالي. إذا مشاهدينا الكرام نخرج لفاصل قصير، نعود بعده لنناقش الموضوع الثاني في حلقة اليوم حول التعديل الحكومي في غزة والمطالبات بضرورة تفعيل أدوات الرقابة وتعزيز الشفافية، فأرجو التفضل بالبقاء معنا.